بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة خفايا الشبكة العنكبوتية. سوف نشارك اليوم معكم طريقة مميزة يبحث عنها الجميع، خصوصا مستخدمين الانترنت في المنطقة العربية أو في بعض الدول حتى في أوروبا اللي بتخنق صبيب الانترنت، أو اللي بيكون فيها الانترنت يعني نوعا ما ضعيف وبتعاني من مشاكل تقطع الفيديوهات أثناء مشاهدة اليوتيوب أو بتعاني من انقطاعات في اليوتيوب. الطريقة اللي راح نستخدمها اليوم هي عن طريق تغيير بعض القيم أو الأرقام الخاصة بي DNS server الخاصة بالهاتف. طبعا يمكن عمل هذه الطريقة بشكل يدوي، ولكن مع هاتف الاندرويد خاصة يعني الهواتف السامسونج إلى غير ذلك بتنجح في البعض، والبعض الآخر طبعا بيحدث عنده تغيير قيم DNS بيحدث فيه بلوك انترنت سيرفر، أو يعني بيتسنج الانترنت وما بيعودش يشتغل لديك. مع العلم أن هذه الطريقة بتعتبر أفضل طريقة لتسريع الانترنت في المنطقة العربية، لذلك اليوم أتينا لكم بهذا التطبيق اللي هو DNS Changer. أيضا على فكرة مستخدمين الآيفون سأضع لك رابط لنفس التطبيق أو تطبيق آخر يشتغل بنفس الوظيفة ونفس الواجهة لهاتف الآيفون والآيباد والآيبود، سوف تجده أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. المهم هذا الأندرويد، وأيضا الآيباد سوف تجد التطبيق الآخر اللي بيشتغل بنفس الوظيفة أسفل هذا الفيديو في المدونة الخاصة فينا. المهم هذا هو التطبيق الخاص بنا، لذلك سوف نقوم بعمل هذه الطريقة عن طريق هذا التطبيق اللي بيضمن لك أيا كان نوع النظام اللي أنت شغال به في نظام الأندرويد، يضمن لك تسريع الإنترنت بشكل حقيقي. عندما أقول تسريع الإنترنت يعني أنك أنت أيضا راح تشعر بفارق كبير جدا 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 في الإنترنت قبل وبعد استخدام هذا التطبيق. المهم سوف نقوم بالنقر عليه نقرة واحدة، طبعا رابط تحميل على البلاي ستور سوف تجيبه أسفل هذا الفيديو، المدونة الخاصة فينا يعني بتحمله بشكل عادي جدا وشكل روتيني. المهم هذا هو أيقونة الشورت كات الخاصة بالتطبيق أو خاصة بالإبي كي الخاص بنا، تقوم بالنقر عليها نقرة واحدة لا أكثر ولا أقل. طبعا واجهة التطبيق بسيطة جدا جدا جدا، ما بتحتاجش إلى الكثير من الفلسفة ولا إلى الكثير من الشرح. المهم تأتي هكذا على سبيل المثال، طبعا ممكن يتأخر عندك شوية في المرة الأولى فتح التطبيق، بس أنا أنصح الجميع خصوصا في المنطقة العربية الناس اللي بتعاني مشاكل في سرعة الإنترنت أو في سرعة مشاهدة الفيديوهات أو سرعة مشاهدة فتح المواقع أو حجب بعض المواقع في المنطقة العربية، أنا أنصحهم بشدة بهذا التطبيق. المهم تنتظر شوية على حسب سرعة النت الخاصة بك إلى أن يتم فتح البرنامج، ويأتيك بآخر سيرفرات يعني للشغلة يعني أسرع مع المنطقة العربية القراءة الأسرع. تمام، طبعا من هنا هذه هي واجهة التطبيق، ما بتحتاج إلى الكثير من الشرح واضحة جدا. طبعا إذا كان يتوفر لديك أرقام تانية يمكن أنك أنت تضعها بدل الأرقام الموجودة هنا اللي أعطيها ليك افتراضيا، بتضغط دبل كليك هكذا بهذه الكيفية وبتمسح يعني الأرقام الموجودة هنا وبتحط الأرقام التانية. بس أنت مثلا إذا عاوز الافتراضي اللي هو خاص من هنا، مثلا نأتي إلى هنا الكوستوم DNS، إذا هنا على الكوستوم انتبه جيدا، إذا كان لديك الأرقام معينة يمكن أنك أنت تضعها من هنا، يمكن أنك أنت تمسح هكذا وتضع أي رقم هكذا مثلا، وبتحط باقي الأرقام إذا كان لديك كوستوم DNS باست أو لديك يعني إنترنت مفضل أو لديك أرقام معينة يمكن أنك أنت تحطها. انتبه جيدا، الخيار الأول اللي هو كوستوم، ثاني شيء اللي هو خيار الجوجل، أنا هذا لا أنصح به أبدا، يعني انا انصحك باما الاوبن دي ان اس هذا الخيار انك انت تحط هذا الخيار، او الافضل انا انصحك باليندكس هذا الخيار، انا انصحك بشده بهذا الرقم، او يمكن انك انت تغير على الدي ان اس الرهيب جدا اللي هو هذا الدي ان اس السري الخطير للغايه الخاص في تسريع الانترنت. مثلا انا شخصيا سأستخدم هذا الدي ان اس لان من وجهة نظري فهو الافضل. تمام، هكذا تحط يعني تأتي من هنا وتحط على الخيار هذا. المهم زي ما فهمتك اذا عاوز انك انت عندك ارقام معينة يمكن انك انت تحط من هنا، بس انا سأختار هذا الافتراضي، وتعطي على ستار هكذا لا اكثر ولا اقل. هنا بيعطي على كونكت او بيحط افتراضيات خاصة من هنا للجهاز الخاص بك، بتعلم على هذا الخيار وبتعطي على الاوكي لكي يفرض هذا الخيار الاعداد يعني الخاصة به من هنا. تمام، من هنا زي ما انت شايف تغير الى اللون الاخضر، يعني اعطيت ستار مرة تانية، من هنا خلاص فرض الاعدادات الخاصة به على الجهاز الخاص بنا. تمام، بعد ذلك طبعا سوف نعود الى الواجهة العادية الخاصة بالجهاز الخاص بنا،
ثم مثلا على سبيل المثال سوف نأتي ونجرب تفتح أي شيء خاص أو أي مثلا مكان يكون موجود لديك على الإنترنت أو أي فيديو على الإنترنت الخاص بك. مثلا أنا سوف أقوم بفتح فتح سريع زي ما أنت شايف، يعني سرعة كبيرة جدا في الإنترنت، بحيث حتى أصبح يعني يبين لي في الاقتراحات يعني بسرعة كبيرة جدا جدا. طبعا أنا أؤكد ليك أنك بعد استخدام هذه الطريقة راح تلاحظ سرعة كبيرة جدا جدا، خصوصا الناس في المنطقة العربية اللي لديها الإنترنت ضعيف جدا، سواء كانت في الجزائر أو في سوريا أو في بعض يعني الدول اللي فيها الإنترنت ضعيف. المهم هذا هو الموضوع بكل اختصار بكل أريحية. طبعا إذا حبيت أنك أنت تقفل هذا البرنامج فقط تدخل عليه مرة ثانية أو تعطيه ستوب، مع العلم أنك أنت أؤكد ليك أنك أنت بعد استخدام هذا البرنامج لن تستطيع أنك أنت تتخلى عليه نهائيا على الجهاز الخاص بك الأندرويد. المهم الناس اللي في الآيفون سأضع لها نسخة مشابهة لهذا التطبيق، بتشتغل بنفس الكيفية وبنفس الوضعية وبنفس كل شيء، حملها وخلاص مجانية، بتحتاج منك لا إلى شراء ولا غيره، نسخة مجانية وقانونية وستأتي ليك بالأكل، يعني تستغني عن كل برامج تسريع الإنترنت فقط من خلال هذه الطريقة. كانت معكم خفية الشبكة العنكبوتية، إذا كانت هذه أول مرة تشاهد القناة الخاصة بنا فزر الضغط على زر الاشتراك باللون الأحمر أسفل هذا الفيديو، وأيضا دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع أكبر عدد الناس لكي يستفيد الجميع. السلام.